ليلة السبت اهتزت الأرض في غزة. هكذا ظهر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مزهواً أمام العالم في أول تصريح له بعد الاجتياح غير المسبوق لقطاع غزة من البر والبحر والجو، بعد أن أعلنها صراحة بأن الحرب في غزة، أو عليها إن صح التعبير، دخلت مرحلة جديدة. وهنا يبرز السؤال الأهم: ما الجديد في الحرب التي تشنها إسرائيل على مناطق فلسطينية منذ أكثر من 7 عقود؟ وما قيمة النصر الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في غزة الآن؟ إن كان ثمنه أرواح آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير كل ما يرتفع فوق الأرض من بناء وتهجير أكثر من 2 مليون نسمة من أرضهم، وهو مجرد سؤال على طاولة تل أبيب كآلاف الأسئلة التي تنتظر الإجابات عليها منذ 75 عاما. وعلى الأرض، وهي خطوات زعمت إسرائيل أنها تكتيكات عسكرية ستؤتي ثمارها عاجلاً أو آجلاً، عمدت إسرائيل إلى قطع تام لكافة وسائل الحياة بدءاً من الماء والغذاء والكهرباء والوقود، وانتهاءً بضرب منظومة الاتصالات وخدمات الإنترنت. خبراء وصفوا هذه الإجراءات الإسرائيلية بالتغطية على ما تقوم وستقوم به إسرائيل من مجازر وانتهاكات تتجاوز جرائم الحرب والتي لا تريد للعالم أن يراها، لتستمر بسياساتها في التضليل والتزييف على المستويين العسكري والإعلامي كما كانت دائماً. وخلف ما يجري على الأرض في غزة تتضح معالم النية الإسرائيلية وتتبدى غاياتها من خلال تصريح قيادة جيشها بأن قواته التي دخلت القطاع ليلة الجمعة على السبت ستظل في مواقعها ولن تغادرها، وهي خطوة وصفها متابعون للشأن العسكري بأنها مقدمة لضم أراضي غزة إلى طموح الدولة العبرية التي لا تزال شهيتها في تحقيق غايتها بدولة تمتد من البحر إلى النهر قائمة. وخارج الحدود المواقف حذرة وغاضبة في أحسن الأحوال، إلا صوت طهران الذي تحول إلى مجرد مراسل ينقل ما يجري في القطاع من أحداث، متراجعاً عن لغة التهديد والوعيد بالتدخل ودفن الجيش الإسرائيلي، بل ومسح إسرائيل من جغرافية الكرة الأرضية إن اجتاحت غزة.